السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة تانية إعدادي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنحل تدريبات امتحانات برافو على اللي هو المحافظات اللي بتكون في آخر الكتاب. طيب هنبدأ كده بأول امتحان اللي هو امتحان محافظة الإسكندرية. هنشوف كده الدوكيمون، الوثيقة دي كده بتقول إيه. شير علا، عزيزتي علا، لو ان ان 2013، يوم 1/1/2013، سي مون انيفرسير، ده عيد ميلادي. جي في اورجانيزي ان غراند فيت، انا هنظم حفله كبيره شي مو عندي. بعد كده قال في الساعه 9، دي 19 الساعه، اسفه مش 9، الساعه 7. لما بتيجي الساعه اكتر من 12 بشيل 12 واعرف الايه العدد كام، يبقى في الساعه 7. بعد كده جو في انفيتي مي كوبا، انا سوف ادعو زمايلنا منى وتوماس وزوي. مون بير فا اشيتي ان كادو، بابايا هيشتري هديه. مامير فا فير ان غرو جاتو، ماما هتعمل جاتو كبير او تورتايه كبيره يعني. مون كوزا فا ابورتي لي سو دي، اخويا ابن عمي، مون كوزا ابن عمي سوف يحضر السيديهات. ابينتو، الى لقاء قريب ساره. طيب هو بيسالني هنا اول سؤال، بيقول لي لانيفرسير دو سارة ايه؟ سباس جانفيي، هتبقى ايه؟ لو بروميير، اول يناير اللي هو يوم واحد. طيب سارة نيفا نيفا با انفيتي، سارة لن تدعو مين بقى؟ هتبقى سي بروفيسور، هما دولت اللي مش موجودين في الحفلة. طيب نمرو تروا، لا فيت فا اترو، الحفلة هتكون لو متى؟ الصبح، الظهر، المساء. طيب هي قالت فوق هنا الساعة 7، يبقى هتكون ايه؟ مساء. طيب بعد كده السؤال الرابع، لو كوزان دو سارة، ابن عم سارة، فا ابورتي، هيحضر ايه؟ السيديهات، دو سيدي. سارة فا اورجانيزي لا فيت، هتنظم الحفلة فين؟ هتبقى على ميزو. بعد كده اسئلة فغي اوفو، علا فا اورجانيزي ان غراند فيت. طبعا الاجابه هتكون غلط. ليه؟ لان الحفله اللي عاملاها دي ساره، لكن هي بعت صديقتها علا، يبقى علا مش هي اللي هتنظم الحفله. سارة انفيت توماس اسون انيفيرسير، صح هي دعت توماس، ده من ضمن اصدقائها. لامير دو ساره فا اشيتي ان غرو كات كات جاتو، طبعا غلط. ليه؟ لان ايه هتعمله؟ فا فير مش فا اشيتي، مش هتشتريه، هتعمله. طيب لو بير، لو بير فا اوفرير ان كادو ا سارة، الاب هيقدم هديه لساره، صح لانه قالت له هيشتري لي هديه. انا بحل فين؟ انا اتلخبطت هنا، معلش. لامير دي طبعا اللي غلط. طب ثواني يا ولاد هعدل، لان انا اتلخبطت هنا. يبقى اول واحده دي كانت غلط، مش علا اللي هتنظم الحفله. تاني حاجه منى الى سور دو ساره، منى بتكون اخت ساره، غلط، هي صاحبتها زميلتها. ساره هتدعي توماس في الحفله، صح. طيب نمرو كاترو، مامة ساره هتشتري، لا هي هتعمل الجاتو مش هتشتريه. بابا ساره هيقدم هديه لساره، صح. بعد كده اسئله المواقف، لا سيتياسيون، خليني اقرب الكاميرا شويه. طيب اول موقف عندي هنا بيقول لي، انا هقول بقى الموقف عربي على طول اختصارا لوقت الفيديو. انت بتدعو صديق لحفلة عيد ميلادك، انت هتقول، هتقول هو جايبني هنا ثلاث اختيارات، يبقى انت هتقول ايه؟ اول حاجة بقولك ادعوك لحفلة عيد ميلادي، ولا بشكرك على الدعوة، ولا بكل سرور. لا انت اللي بتدعو وانت اللي هتقول، يبقى بدعوك اول واحدة. طيب سي لانيفرسير دو تامير تودي، ده يوم عيد ميلاد مامتك، انت هتقول، يبقى هنقول لها ايه؟ بون انيفرسير. طيب السؤال اللي بعد كده، تو ديموند ا تون امي سي كيل فو بور فير دو باسكي ال دي، مين اللي بيسال؟ انت اللي بتسال صديقك ماذا يلزم لممارسه الباسكت بول. هو اللي هيقول، ها الباسكت هناخد له امبالو، الباسكت وكره القدم بياخدوا الكره الكبيره، والفولي بول كل الالعاب بتاخد الكره الكبيره، ما عدا لو تنس بياخد الامبال الكره الصغيره. طيب تو ديموند ا تون امي كيل سبور إل بريفير تودي، انت اللي بتسأل صديقك عن رياضته المفضلة، انت هتقول، هتسأله تقول له كيل سبور تو يم، اي رياضة تحب. طيب نمرو سانك،
توم بوتي فغيغ اخوك الصغير بيسالك كي جو مين بيلعب في ارض الملعب، فانت هتقول ها مين اللي بيلعب جو، يبقى لجواخ هما اللي بيلعبوا اللي هما اللاعبين. طيب السؤال اللي بعد كده لشوازي، سباس فا او سينما، مين اللي بياخد التصريف فا؟ يبقى اون، اون فا. سي كان سباس انيفرسير، طيب انيفرسير هتاخد تون لان هي بادئه بفويل. ايه في سباس تينيس فيرب فير مع التينيس مذكر يبقى ياخد دو. افتكر فيرب فير كانت اداه، كانت كلمه السر في حرف الدي، ارجع للفيديوهات الجرامير. نمرو 4 هلا ميزور، هلا يعني طولها بتقيس او مقاسها 175، ومنى طولها او مقاسها 180. طيب مين هيكون بقى، هلا هتكون ايه بالنسبه لمنى؟ طبعا هلا هي الاقل، هلا هي الاقل، يبقى هتكون ايه، هتكون موا، يبقى هلا طولها اقل من منى. اتمنى الصوره تكون واضحه شويه لان جزء الامتحانات بيكون متصور ابيض واسود، فبتبقى الاضاءه مش تمام قوي يعني. طيب نمرو 5 سباس تو فا او سينما، طيب جايب لي هل وجايب لي ماذا وجايب لي اين، وبقول لي انت تذهب الى السينما، هتبقى اسك، هل هل انت بتذهب للسينما. طيب نمرو 6 ابورتي سباس بيي، جايب لي مي جو موا، هتبقى ابورتي موا، فاكرين الصيغه دي اللي احضر لي، من فضلك احضر لي، يبقى ابورتي موا ان بيي. طيب بعد كده سؤال لشوازي اللي بعد كده، بور سباس او تينيس il faut deux raquettes pour ايه، بور جوي طبعا في المصدر لان بور بيجي بعديها الافعال في المصدر. نمرو 2 هدى سباس مالاد، يبقى هدى ايه، انا لو شلت هدى حط مكانها ال، يبقى هدى بتكون مريضه. وخلي بالك فيرب اتغ بيجي مع الصفات الخارجيه، المرض والتعب والحزن وال، لكن افوار بيجيب الاحاسيس الداخليه، العطش والجوع والبرد والحر، ولدي رغبه فيه. نمرو 3 لوفندردي دورنيير نو سباس او سينما، طب فندردي دورنيير يبقى ماضي، ادور على ايه، الباسي كومبوزي نو، هتبقى سوم الي. بص جايب لك اتر مساعد، جايب قصدي مع التصريف فو ومع الضمير نو، هتبقى نو سوم الي. سي اون هدور على امبارفي على طول، سي جت في اول السؤال يبقى ادور على امبارفي، فين صيغه لامبارفي الماضي المستمر اهو. السؤال اللي بعد كده مسيو سباس، اه دي صيغه تعجب، بص بقى عندك كوما، عندك علامه تعجب، يبقى دي صيغه الايه، انا قلت التعجب، لا انا اقصد صيغه الامر، صيغه الامر اللي بيكون فيها كوما او علامه تعجب. مسيو يبقى هقول له بغيني تفضل خد الادويه في المواعيد. طيب اسئله التوصيل، طيب اول سؤال هنا بيقول لي كل فغوي انتو اي فاكهه بتحبها، اخترت الاجابه الاولانيه، قلت له الاخرانيه دي كتبت قدامها نمرو ايه، انا مرقمه لك اهو، جيم لي بانان بحب الموز. طيب كلي روتيل الي منوي اللي هي 12 بالليل، كل سبور تو في اي رياضه تمارس، قلت له الاجابه الاولى جي فوتو فوتبول بمارس كره القدم، او جوي فو او فوتبول بتمارس او بتلعب كره القدم فين، قلت له سيغ لو توغان على ارض الملعب. كم عدد الوجبات اللي تتناولها، قلت له جي بوان تو بابا تناول 3 وجبات. هنيجي بعد كده عند اسئله الكومبليت، طيب اسئله كومبليت لفغاز، اول جمله كملتها لك اهوت، اني تي الفي في الصيف بيكون، الفي دي عايده على الطقس مفيش فصال، الفي يبقى الفي ايه شو، بيكون الجو حار. طيب افون دو فواياجي قبل السفر اون بريفار، بنجهز ايه، بنجهز ايه لي فاليز، وممكن اقول لي بيي التذاكر. لاربيتر قلت له ديريج لو ماتش، الجمله دي بتتكرر كتير قوي، الحكم بيحكم الماتش او بيدير المباراه. بور فيغ دو كامبين عشان نعمل كامبين، الفو اي انتانت بيلزم خيمه، عشان اعمل معسكر بيلزمني خيمه. جي في استاد بور بروح للاستاد عشان اشوف فواغ لو ماتش. طيب هنحل امتحان المحافظه اللي بعد كده اللي هي محافظه البحيره، طيب احنا في بادج كام هنا، احنا في بادج 202. طيب الدوكومون اللي عندي هنا عنوانها ايه، الاوكازيون دو فاكانس ديتي بمناسبه اجازات الصيف او الاجازات الصيفيه، اوتيل بارك ان ماشي، اوتيل او فندق بارك ان شرم الشيخ، او بور دو لامير على حافه البحر الاحمر، لامير روج البحر الاحمر،
وبور لا قلناها دي فوز انفيت ا باسي، بندعو حضراتكم لقضاء 4 نوي 4 ليالي دو من 15 يوليو الى 18 يوليو. السعر 1800 جنيه مصري، شامبر دوبل غرفه مزدوجه دو جراند، اتنين في يوجد يعني اتنين بسين كبير، وحدائق للاطفال، حديقه للاطفال، وتخفيض للجروبات ريدكسيون. خلي بالك من الجمله دي، من الكلمه دي ريدكسيون بوغ جروب، يعني تخفيضات للجروبات او المجموعات. بوغ بلي دانفورماسيون، للمعلومات اكثر اتصل على التليفون دوت. طيب سو دوكومو ايه؟ الدوكومو دي ديالوج ولا منو ولا ان؟ ان انونس اعلان. سو بري سبيسيال اي بوغ، السعر الخاص ده بيكون لايه؟ بيكون لمده ايه؟ اربع ليالي ولا اسبوع ولا شهر؟ طبعا اربع ليالي، هو قال فوق 4 نوي. نمرو 3 دو بيرسون باي، الشخصين هيدفعوا، هيدفعوا قد ايه؟ هو قال لي فوق هنا 2008 ماشي، 1800 2008 1800 جنيه. يبقى هجيب الرقم فين؟ يبقى 2100 دي هنا 100 1100 وهنا 800 وهنا 1800 يبقى 1800 1800 1800 ليفر جيبسيا. طيب سي توفر، العرض ده ايه؟ الاوكازيون، بمناسبه ايه؟ اجازات نص السنه مي اني. خلي بالك من جمله مي اني، جت في امتحانات السنه اللي فاتت، مي اني ولا نص السنه ولا اجازات الصيف ولا عيد الام؟ لا اجازات الصيفيه، هو قال الجمله دي فوق. طيب اون بو فيغ سباس دان سيت اوتيل، هتبقى دو ناتاسيون، لانه قال فيه اتنين بيسين، يبقى ممكن نمارس رياضه السباحه. اسئله فغي او فو، اوتيل بارك انو اينور اي او بور دو لا مير روج، بيكون على شاطئ البحر الاحمر، صح. طيب دان سيت اوتيل اليا ان سول بيسين، في بيسين واحد، غلط، قال فيه اتنين بيسين. لو دوكومو انديك، الوثيقه بتوضح. لو نوميرو دولت دو تليفون دو لوتيل، صح، مذكور رقم التليفون فوق. دان سيت اوتيل اليا جار ان جاردان دانفا، صح، موجود حديقه للاطفال. il n'y a pas de réduction dans cet hôtel، غلط، موجود تخفيضات. وبقول لك il n'y a pas، لا يوجد، خلي بالك من النفي، لا هو في تخفيضات بس للجروب، يبقى فيه. طيب اسئله السيتياسيون، مواقف، اول موقف هنا او ريستورا، في المطعم، في نهايه الوجبه تدي او جارسون، انت هتقولي للجارسون، هقول له لاديسيون سيلفو بلي، الحساب من فضلك. طيب تونا ميت ديموند بوركوا تو فا او ستاد، صديقك بيسالك لماذا انت تذهب الى الاستاد، فانت هتقول مين اللي بيسال؟ صديقك. مين اللي هيقول؟ انت. يبقى هتقول ايه؟ صديقك بيسالك لماذا تذهب الاستاد، فانت هتقول بوغ انكوراجي مون ايكيب، عشان اشجع فريقي. طيب البادج اللي بعد كده 203، نفس الامتحان، محافظه البحيره. تو بروبوز، انت تقترح على صديق، انت اللي بتقترح على صديق للذهاب الى النادي، انت هتقول مادام قال لك بروبوز هتروح على سي على طول، سي بتاعت الاقتراح. ايه رايك لو كنا نذهب الى النادي؟ يبقى بروبوز مرتبطه دايما بسي، اللي هي معناها ما رايك او ماذا لو، يبقى دي بتدل على صيغه الاقتراح. طيب نمرو دو، الرقم الثاني دوت، تو فو مانجي، انت بتريد ان انت تاكل، تدي انت هتقول ايه لمامتك؟ هتقول لها جو فا، انا جعان، جي سواف دي معناها انا عطشان، وجي شو يعني انا حران. طيب تو انفيت، نمرو 5، تو انفيت، انت بتدعو زميلك لعيد ميلادك، هو هيقول، هيقول لك ايه؟ داكور افيك بليزير، موافق بكل سرور. اسئله بقى الشوازي، ادوات التجزئه المنفيه، ها افتكروا بقى، جو ني مانج با، هتبقى دوري يا ميس، دوري مذكر تاخد دو، ايوه لما تكون مثبت، بس في هنا ني وبا، الني والبا استحاله يجي معاهم ادوات تجزئه، يجي معاهم ادوات تجزئه متحوله لدو او دي ابوستروف. نمرو دو، الكسندري، الاسكندريه بتوجد، اسباسو لوي، احنا اتفقنا المكان زي لي الشرق، لوي الغرب، لو سيد لو نور، كل دول بيبقوا مسبوقين بايه؟ هيكونوا مسبوقين بكلمه دون، كلمه دون بتيجي بعديها الاماكن معرفه بالالف واللام. لو تي شيرت بلس باس لو شورت، التي شيرت بيكون اكثر ايه من الشورت؟ طيب التي شيرت ده مذكر، ياخد انهي شيخ فيهم؟ ياخد شيخ للمذكر. الصفات بقى، ده مذكر وده مؤنث وده جمع، لا التيشيرت مفرد مذكر ياخد الصفه المذكر. مونا جو سباس تينيس فيرب جوي، مع ا العاب، هياخد الحاجات اللي بادئه بحرف الايه، يبقى او تينيس.
طيب نمرو 5 لا ناتاسيو اي مون سبور. سبور ديت مذكر يبقى بريفيري للمذكر صح. عندي هنا مذكر وعندي مؤنث وعندي جمع يبقى دور على المذكر عشان مون سبور مذكر. طيب شوازي لو موا دورنيير السنه اللي فاتت العام الماضي ما مير سباس ان فرانس. ما مير هتبقى ايه بقى اي بارتي العام الماضي دورنيير هدور على الباسي كومبوزي. لا سومين بروشين او بروشين يعني المقبل او يبقى في مستقبل جاي بقى لي زيليف سباس ليكزامان دو مات هتبقى لي زيليف باسيرو لي زيليف باسيرو. او انتي خلي بالك الاو ان اس لما تكون مع النو لكن لي زيليف بتتعامل معامله الايل يبقى سوف يعني يعدوا او يعني ياخدوا الامتحان بتاع الماس الاسبوع الجاي الطلبه هياخدوا امتحان الماس. طيب نمرو سي اون امبارفي على طول سي وان هدور على الامبارفي فين الامبارفي اهو منتهي باي اي تي مع الضمير اون دايما. نو سباس او تينيس لو فوندوغدي هتبقى نو لو فوندوغدي يبقى نو جوو في المضارع عادي ايه السباس موفي الفي بيكلمني عن ايه عن الطقس. طيب سؤال الاسوسيه التوصيل اسئله ال الاسوسي كي ديريج لو ماتش مين بيحكم المباراه قلت له الاربيتر. كي سير لكليا مين بيخدم الزبائن او العملاء في المطعم يبقى لو غارسون الثانيه دي من تحت انا عامل لك ارقام اهوت. طيب ولا فين الحفله شيموا عندي كيسكو سي مي هذا ستين بال انها كره صغيره كيل طن فوتيل الفيبو. بعد كده عندي موضوعين. طيب هو اول موضوع هنا بقول ايماجين ان ديالوج انتر ان جورناليست ان جوير تخيل ديالوج بين صحفي ولاعب. والموضوع الثاني بارل دو تون ليو بريفيري بور باسي لي فاكانس تكلم عن اماكنك المفضله لقضاء الاجازات. دي بقى هنحلها هتبقى باج 147 ده كده بالظبط في برافو صفحه 147 اللي هو السوجي الثاني. بعد كده عندي محافظه المنوفيه هنا دي باج 204 204 محافظه المنوفيه الدوكيمون اقراها الدوكيمون دي عمر بيقول او باسي شم النسيم هتقضي فين شم النسيم. نور قال له او قالت له عندي عند عمي عند عمي علي في الاسكندريه. عمر قال مع من افيكي قالت له انا هذهب مع عائلتي بالقطار. قال لها هتذهبوا الى شاطئ البحر قالت له ايوه وانا انا بحب السباحه واحنا بنحب اكل السمك في المطعم. عمر قال لها كومبيان دو جو كم عدد الايام هتفضلوا هناك في الاسكندريه قالت له انسو من اسبوع. داكو طيب اول سؤال عندي هنا سو دوكيمو ايه هتبقى ان ديالوج محادثه. نور باس ا الكساندري نور باس ا الكساندري كم يوم بقى يوم ولا يومين ولا اسبوع هتبقى ست جوغ سبع ايام اللي هما الاسبوع قالت له انسو من. نمرو 3 عمر ونور بيكونوا اخوات اصدقاء اخوات بنات اصدقاء ولا اخوات ولاد هتبقى اصدقاء لانه مش رايح معاهم بتقول انا رايحه مع عيلتي يبقى هو كده مش اخوها. نمرو 4 نور بتذهب للاسكندريه في ايه في القطار قالت له هنروح بالقطار. عيله نور سوف تركب سوف تتناول الاسماك فين اوغستوغا في المطعم. جمله موجوده بالظبط في الدوكيمو. اسئله في افو نور بتذهب للاسكندريه بمفردها غلط هي هتروح مع عيلتها. طيب نور ما بتحبش السباحه غلط قالت له انا بحب السباحه. بيوجد محطة قطر في القطار في الإسكندرية طبعا صح لأنهم مسافرين بالقطر. طيب عيلة نور سوف تأكل الفواكه في المطعم غلط هم هياكلوا سمك. الإسكندرية بتكون مدينة مصرية صح مدينة مصرية. طيب شوزي لابون ريبونس نختار الإجابة الصحيحة الفيت غي فغوا الجو برد جدا انت هتقول جي فغوا أنا بردان.
طيب آخر سؤال في الصفحة دي، يعني احنا في محافظة المنوفية. ton ami part en France، صديقك مسافر لفرنسا. tu dis à ton ami، انت هتقول لصديقك ايه؟ هتقول له bon voyage، رحلة سعيدة. البادج اللي جنبها اللي هي بادج 205، صفحة 205 هنا في محافظة المنوفية. أخوك الصغير بيسألك من الذي يحرز أو أحرز الهدف؟ أنت هتقول مين بقى اللي أحرز الهدف؟ هقول له سي لو جوير مو صلاح، اللاعب محمد صلاح. طيب تي بروبوز، أبروبوز تقترح، هدور على سي، أنا حفظت يا ميس. أنت بتقترح على صديقك الذهاب للسينما، فأنت هتقول له سي أون لي أو سينما، إيه رأيك لو كنا نروح السينما؟ يبقى بروبوز دايما مرتبطة بالصيغة سي. تو ديموند أتون أمي لير دو ماتش، تو دي أنت بتسأل صديقك عن الساعة، عن ساعة يعني وقت المباراة، ساعة الماتش، فأنت هتقول له إيه؟ أكي لير إلو ماتش، في أي ساعة بتكون المباراة. طيب وصلنا هنا عند السؤال الثالث في محافظة المنوفية، احنا في صفحة 205. طيب سؤال شوازي، لا فواتير اي بلوس باسكو لو فيلو، لا فواتير مؤنث، يبقى تاخد صفه شير في المؤنث. سالي ام. طيب فيرب ايمي، فيرب ايمي ده ما بيتنزلش عن الادوات المعرفه، ايمي بريفيري ادوري دي تستي، يبقى لو تينيس، بيجي بعده الكلمات معرفه باداه تعريفه لو ولو الابوستروف ولي. جي بار ان فواياج فرانس، دوله مؤنث تاخد حرف جر ان. بعد كده نمرو 4، افان دو فواياج جو بريبار اي ما فاليز، عشان فاليز مؤنث. نو زالو اليكول ابي، القدمين، وسيله مواصله مفتوحه تاخد الاقصى. طيب نمرو بي، شوازي لا لو فيرب كونفينابل، ناخد تصريفات الافعال. ها دي ثالث مره نحل، سي اون، سي بيجي بعديها لامبر في المنتهي بالاي اي تي مع الضمير اون. طيب لو ما دورنيير مون فري، دورنيير يبقى في ماضي في الموضوع، الشهر الماضي، مون فري سباس هتبقى اي بارتي بس كومبوزي. طيب اي سباس دو لا ناتاسيون، هو هنا جايب لي دولا، مين اللي كان بياخد دولا؟ هيبقى فيرب فيغ. هو الاختيارات جايبها كلها فيغ، انا افتكرت هينوع يعني. طيب ايل هتبقى ايل فو، تصريفات ايل فو امبال بور جوي، في المصدر بوغ لازم يجي بعديها الفعل في المصدر. طيب نو سباس او ريستوران نو زيرو. طيب بعد كده نختار الاداه الاستفهام المناسبه، هتبقى كي ديريج، من الذي يحكم المباراه. طم فوتيل كل للمذكر، كل طم فوتيل الطقس مذكر، ياخد كل المذكر. نمرو 3 فوا تو اتونترين بار جور، هتبقى كومبيان دو فوا، كم عدد المرات اللي بتتمرنها في اليوم. ايميفو هتبقى كيميفو، ماذا حضرتك تحب او انتوا بتحبوا ايه، بختار الكيو ابوستروف. افا تي ان فاكانس هتبقى او فاتي ان فاكانس، اين هتذهب الى في الاجازات. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال الكومبليت. طيب هنا سؤال الكومبليت دي فراس، اول سؤال عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بور فيغ دو ناتاسيون، عشان تمارس رياضه السباحه ايه الفوق بيلزمك ايه؟ ام مايو دو با. طيب اني فيغ ويسكت الفي فوا. طب افرض جاب لي اني تي في الصيف، هقول له الفي شو. انو تون الفي موفي، الطقس الصيف في الاوتون اللي هو الخريف. طيب او برينتا الفي بو، بيكون الطقس جيد. يبقى سؤال الطقس ده خلي بالك منه، او فصول السنه. لو متا اون برا، في الصباح بنتناول ايه؟ لو بوتي ديجوني، بنتناول وجبه الافطار. بور بارتير ان فرانس، عشان نسافر فرنسا. اون برا خلي لي بالك بقى، بروندر مع المواصلات بياخد اداه معرفه، اون برا لافيو. طيب اخر سؤال هنا لسبيكتاتور ويسكت، يعني المشاهدين ايه؟ هقول له انكوراج لي جوير، وهصرف انكوراج كاني بصرف مع مين؟ مع ايلافيك اس جمع. هنتوقف لغايه الجزء ده في الفيديو دوت، عشان الفيديو طويل جدا. ان شاء الله الفيديو القادم
ايه هكمل في باقي امتحانات المحافظات. بالتوفيق لكل طلبة تانية اعدادي، يا ريت تشترك في القناة وتعمل شير عشان كل زمايلك في تانية اعدادي ان شاء الله يشتركوا. يلا اقول لكم بالتوفيق للجميع واقول لكم اغسبكم اي اوغفوار.